يقول لنا كده زي ما انتم سمعتم: فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. بسيطة دي بمعنى انها صحيحة، ما فيهاش داء، ما فيهاش حاجة غريبة عنها مبوظة الرؤية. فإن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، وإن كانت شريرة بتشوف بطريقة غلط لأن في شر فيها، فجسدك كله يكون مظلما. الحقيقة لو حبينا نربط الكلام ده بالمعمودية، في المعمودية احنا خدنا بصيرة، المسيح له المجد ادانا بصيرة، وعشان كده في رسالة معلمنا يوحنا الرسول يقول لنا كده: نعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة لنعرف الايه؟ الحق. يبقى ابن الله جاء واعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الاله، هذا هو الاله الايه؟ الحق والحياة الابدية. يبقى المعمودية ناخد فيها استنارة، ناخد فيها نبقى إنسان بصير بحيث يقدر يعرف الحق. مين الحق غير ربنا يسوع المسيح؟ هو ده الحق، وهو ده طريق الخلاص، هو ده الخلاص بتاعنا. فكيف يخلص الإنسان أنه يعرف المسيح له المجد؟ عشان كده كان بيتأسى الإنجيل الوحي لا بيتأسى على الناس اللي معرفوش ربنا من اليهود، فبيقول لهم: هذا الجيل جيل شرير يطلب ايه؟ آية، ولا تعطى له إلا آية يونان النبي. ويقول: كما كان يونان آية لأهل نينوى. أهل نينوى قدروا يعرفوا ربنا عن طريق كرازة يونان، كذلك يكون ابن الإنسان لهذا الجيل. آية بمعنى صلبه وقيامته والنعمة اللي اداها لنا من خلال صليبه ودمه الثمين، المعمودية والاتحاد بيه وغفران الخطايا ومعرفته. ملكة التيفن ستقوم في الدينونة مع رجال هذا الجيل وتدينهم. ليه؟ لأنها كان عندها بصيرة، قدرت تشوف الحكمة اللي في سليمان، وعرفت ربنا من خلال سليمان، وجت من أقاصي الأرض علشان تتعرف على حكمة ربنا اللي في سليمان. دي ملكة التيمن. ويقول كمان، يقول إيه؟ هوذا أعظم من سليمان ها هنا. رجال نينوى سيقومون في الحكم هذا الجيل لأنه ويدوننهم لأنهم تابوا بكرازة يونان، وهوذا أعظم من يونان ها هنا. يبقى إذن البصيرة أن الإنسان يتعرف، البصيرة لما الإنسان يعرف ربنا من السهل أن يتبعه، ومن السهل أن يصنع وصيته. عشان كده لما الست قالت للمسيح، رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له: طوبى للبطن اللي حملك وللثديين الذين رضعتهما. أما هو فقال لها: بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظوه. طبعا الست العذراء تسمع كلام الله وتحفظه، فدي التوبة الحقيقية، ان انا اعرف ربنا، اعرف ربنا بجد، واعرف المسيح بجد، واثبت فيه، واسمع كلامه، واسلك بوصيته واحفظها، فهيكون لي الخلاص. في الانجيل ذاكر وانجيل عشية اللي تقروا النهاردة، في انجيل عشية بيتكلم ان المسيح له المجد قال لتلاميذه ينزلوا ويركبوا السفينة، ولما يركبوا السفينة هو كان بيصلي في الجبل لوحده، وبعدين هاجت عليهم ريح شديدة جدا، وبعدين يقول ايه؟ ان المسيح اتاهم، يقول في الهزيع الرابع من الليل، جاء اليهم ماشيا على البحر. جه ماشي على البحر، الدنيا ضلمة والدنيا ليل، موج شديد، عاصفة شديدة، نوق شديد جدا جدا جدا، والمسيح ماشي على ايه؟ على البحر. فلما رآه التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين انه خيال. مشكلة ان الواحد ما يعرفش المسيح، ما يميزش مين دوت. المسيح موجود، موجود وبيجي في كل وقت عشان يسندني ويقويني ويديني الخلاص، والحرب بتاعتي مع ابليس
الله موجود، المسيح موجود، موجود هو عمانوئيل لتفسير الله معنا. مش انا صرت ابن بالمعمودية، انا صرت ابن ازاي بقى مش هي موجود؟ فهو موجود، موجود بروح القدوس، موجود في حياتي بتدبيراته بعمله العجيب. لكن للأسف اللي مش قادر يعرفه هيفكروا ايه؟ خيال، ومش هيقبله في السفينة بتاعته، ومش ايه، ومش هيخليه انه هو يوجه حياته. فعشان كده يقول من الخوف صرخوا. هنا بقى ابتدوا يصرخوا ويصلوا، صرخوا من الخوف، يطلبوا ربنا، صرخوا. فللوقت كلمهم كائلا، استجاب ليهم لما لقاهم صرخوا، لما لقاهم عمالين بيصرخوا استجاب ليهم واداهم قوة عشان يتعرفوا عليه، وقال لهم تشجعوا، أنا هو لا تخافوا، أنا هو لا تخافوا، أنا هو لا تخافوا. هنا كلمة أنا هو دي كشف نفسه ليهم واداهم نعمة خاصة فعرفوه. فأجاب بطرس وقال يا رب إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء، أن آتي إليك على الماء. فقال له تعالى، فنظر بطرس من السفينة، نزل بطرس من السفينة ومشي على الماء. طبعا دي معجزة عجيبة جدا، إن مش المسيح بس اللي ماشي على الماء، ده بطرس. بتفكرنا بمعجزة عبور البحر الأحمر لما كانوا ماشيين على ايه في وسط البحر كده، وهم ماشيين في ومن حواليهم الميه شمال ويمين وما بيغرقوش. فهنا مشي بطرس على الماء. فاذا انا ابن انا اداني بصيره، اداني بصيره. ساعات ما بشوفش اعمل ايه، بفكره خيال. الحل اعمل ايه بقى؟ اصرخ زي ما التلاميذ صرخوا، واقول له يا رب خلصني يا ربي، انا اكاد اغرق، اهلك يا رب، انا اهلك، الحقني احسن اهلك. فيقوم هو يعمل ايه بقى؟ هو ايه؟ يسمعني صوته ويفتح وداني ويفتح قلبي علشان افهم واعرف، ويفتح عيني وايه عشان ابصره. فيقول طوبى لعينكم لانها ايه؟ تبصر، ولا أذنكم لأنها إيه؟ تسمع. فهنا فتح عينيهم بحيث إن هم البصيرة بتاعتهم اتفتحت، فقدروا يعرفوه، قدروا وقدروا يطمنوا ويتشجعوا. وبعد كده فتح أذانهم إن هم يطوعوه. هل نحن نصرخ لله؟ خدنا المعمودية، خدنا البصيرة، خدنا البنوة، عمانوئيل إلهنا نزل وتجسد وبقى موجود معانا في حياتنا كل يوم، موجود حتى لو قال لنا انزلوا وعبروا، لكن هو بيتابعنا وهيجيلنا ماشي على ايه؟ على المية. طب بعدين ساعات ما بنتعرفش عليه عشان ضعفنا، اصل احنا مش بنصرخ كفاية، اصل احنا مش بنصلي، اصل احنا مش متكلين عليه الاتكال الكافي. مفروض الإنسان يتكل على الله طول النهار، يقول له ماليش غيرك، ويعتمد عليه ويتكل عليه ويثق فيه بالإيمان، بالإيمان. لأن كده الإيمان مهم جدا، حتى ما تنفتح العينين والأذان تنفتح. كان بيلوم بني إسرائيل لأنهم للأسف ما فهموش ليه، بيقول كان بيكلمهم بأمثال حتى أنهم مبصرين لا يبصرون، وسامعين لا إيه؟ لا يفهمون، سامعين لا يفهمون. فإذا النعم اللي خدناها في المعمودية تكون فعالة لما نصرخ. خلي بالكم إحنا نعبر، بنعبر دقيقات كتيرة، آخر دقيقة هنعبرها نعبر نهر الأردن. حد عارف يعني ايه نهر الاردن؟ نهر الاردن يرمز لايه؟ ها؟ نهر الاردن يرمز لايه؟ نعدي عشان نروح السماء، الناحية التانية من الارض للايه؟ للسماء. واحنا بنعبر نهر الاردن يقول لنا الكتاب المقدس ان المياه رأته فايه؟ فخافت، رجعت لورا لما شافت مين؟ شافت المخلص. المياه رأته فإيه؟ ففزعت المياه، رجعت لورا وهرعت، مالك أيها الأردن؟ حصل لك إيه أيها الأردن؟ أصل المخلص موجود. يبقى المخلص هو اللي هيخلصني،
قوة لاهوته العظيمة بقوته هنخلص، بس ايه وانا بعبر الاردن لازم من دلوقتي اصرخ واقول له نجينا يا ربي، اظهر لي ذاتك يا ربي، تعال معايا يا رب. انصرت في وادي ظلال الموت فلا اخاف شرا لانك انت ايه معي. المسيح له المجد بيترسم صورة المعمودية بتاعته له المجد، تحت في تعبان لو تاخدوا بالكم دايس عليه برجله لانه سحق الايه الحية في المعمودية. في المعمودية المسيح سحق التنين، التنين اللي هو الشيطان يرمز للشيطان، سحق المسيح في المعمودية داس عليه. وان هو فإذن اللي هيخلصني وانا بعبر الاردن هو مين؟ هو المسيح، لانه داس على التنين وسحقه وخلاه تحت رجلينا، اعطانا السلطان ان ايه ندوس الحيات والايه والعقارب، يسحق الشيطان تحت ارجلكم. فهعدي الاردن وهو معايا والشيطان تحت الرجلين مش هيقدر يقرب مني. لما جم يعبروا الاردن وداخلين ارض كنعان، وقفوا الكهنة حاملين تابوت عهد الرب، وده رمز الايه لحضور الله، التابوت يساوي كده الله موجود حاضر. والشعب كله عدى، والاردن يقول انه من مسافة كبيرة وقف، لان الاردن دوت نهر الاردن نهر منحدر المية بتجري فيه، فوقف من ناحية انحداره من فوق وهو نازل على البحر الميت، وقف من قبل نقطة العبور بمسافة كبيرة كيلوات يعني، والشعب عبر كله، الشعب عبر، كل الشعب عبر. فإذا المسيح معي هيعبر معايا نهر الأردن، هيعبر معايا الألمات والمشاكل والضيقات وحروب إبليس، هو المخلص اللي له السلطان. لما المسيح له المجد الصلب وقام، قام منتصر، ولما نزل المية وقام وطلع منها، ده رمز لهذا الايه ان هذا الانتصار والمعركة اللي خطها مع الشيطان. وانا لما بدخل معاه ودخلت معاه في المعمودية مت معاه وقمت معاه منتصر، وبقيت غالب بيه، بقيت انا غالب بي، وعشان كده هقدر اعبر الاردن واقدر اعبر كل الضيقات اللي تقابلني وكل الحروبات. بس فين الصلاة اللي تخليه يفتح عينيا؟ مرات كان تلميذ إليشع جحزي، والجيش ارام كان محاوط المكان اللي هم فيه الجبل، وبعدين للأسف جحزي خاف وتخض، فقال له افتح يا رب عيني الغلام. لما صلى إليشع اتفتحت عينيه، فقال له ده اللي معانا اكتر منين؟ من اللي علينا. تنفتح العينين، البصيرة تنفتح، الانجيل قريته بعمق والصلاة مع الصلاة تفتح البصيرة وتشجع القلب، ونسمع صوت المسيح وبيقوله انا هو، تشجعوا لا تخافوا، حدش هيقرب منكم، انتوا في معيتي، انتوا في معيتي. امبارح كنت في كنيسة من كنائس، شايف صورة جميلة، شايف صورة داود وهو برسمنا هما، وهو فوق الاسد كده راكب فوق الاسد، وبعدين مش واخد بالي الصورة من بعيد في ايه في ايده، وبعدين دققت لقيت في خروف حضنه وهو فوق الاسد، يعني حافظ الخروف في ايده. داود عشان يخلص الغنمات عمل ايه؟ قتل الاسد وخد الايه الخروف في حضنه. ما بالك المسيح يعمل معنا ايه احنا كمان؟ عشان يخلصنا هياخدنا في حضنه، يحمينا من كل ايه من كل ضيق، ويخلينا نمشي فوق المية حتى فوق البحر، نمشي رمز للايه للنصرة والغلبة. يا ريت يبقى لنا صلوات المعمودية وخدناها، لكن قوة هذه المعمودية بتتجدد فينا كل يوم، لأن الروح القدس اللي خدناه في سر الميرون وفي الولادة الجديدة عايز دايما يتجدد. يقول قلبا نقيا اخلقوا فيه الله، روح قدس جددوا في أحشائي. عايز صلاة، فين الصلوات وفين القرايات في الكتاب وفين العمق الروحي؟
الناس عايزة ربنا بس عايزاه من بعيد كده، لكن مش عايزة بجد تقرب منه. هنا في الكاسيليكون اللي اتقرا النهاردة يقول يثبت فيا، يقول هنا هوت بهذا نعرف، يقول هنا أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح ونحب بعضنا بعضا كما أعطانا وصيا، ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه. يحفظ وصايا يعني يجاهد فيها، يثبت فيه وهو أيضا يثبت فيه. يعني أنا هثبت في المسيح والمسيح هيثبت إيه، أو المسيح يثبت فيه وأنا أثبت إيه فيه، متبادلة. هو هيثبت فيه وأنا أثبت فيه، فلازم الثبات دوت. هثبت إزاي وأنا ما بحفظ وصيته، وأنا ما بصليش، وأنا مش عارف الوصية، وأنا مش حابب الوصية، الوصية مش داخلة قلبي لسه، ومش متمكنة منه، ومش ملياني، بحيث مشتاق ان انا انفذها، وحاسس ان هي دي اللي هتدخلني السماء. ومش لسه واحد يقول لك انا مش مقتنع قوي. مقتنع ايه يا حبيبي؟ ده وصية المسيح له المجد اللي هتوصلك الشاطئ التاني. لما ركب معهم في السفينة يقول السفينة صارت للمكان اللي ايه، اللي راحها على طول. انت ماشي ورايح فين من غير المسيح؟ ما تقدرش تمشي، لان هو الغلبة بيه والنصرة بربنا ايه ومخلصنا يسوع المسيح. ربنا يدينا كلنا ان مفاعيل المعمودية وفعل المعمودية وقوة المعمودية تصير فينا قوة دايما لما نكون لنا الثبات فيه، ونكمل جهادنا ونعدي الأردن ونوصل للسماء، ونبقى معاه على طول. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين. أغنية آخر.